Thank you.
محتاجين فالنتيرز برضه، لان انا مقدر ان الاهالي ممكن في فتره من
فبيشد على عياله وعمر ما شد على عياله يخلي عياله تسكت. يعني لما روح شاد الواد ولا ضعف فيه ولا قرصه ولا عمل اي حاجة وانا محرج قصاد الناس ان هو يسكت مش هيسكت، بالعكس هيبان فرح. يمكن لو انا طبطبت عليه، يمكن لو انا يعني مسكت ايده كده وقعدت طبطب عليه او طبطب، بس برضه خليني اقول لكم حاجه، ما ينفعش اعمل كده جوه الكنيسه، هياخد وقت عقبال ما يسكت. عشان كده في كراين جروب، في يعني بركه حلوه. يعني انا الولد لما يبقى متضايق كده هاخد كده بالراحه، في لما بنبين بعيله هم قاعدين صغيرين صوت ودنه كده اللحن يا رب ارحم، واطلع كده ارحم الكنيسه واطلع الكراين روم او على المنتدى، اقعد بقى اهديه واسكته واشوف ما عايز ايه، وانسى ان هو ايه لما كويس ادخله تاني الكنيسه يسمع الصلاه ويشوف الناس واقفه بتصلي، واحده واحده كده نقعد في ربنا. انا عارف ان انتوا شعب غيور وبيحب ربنا ومخافة ربنا في قلوبكم، عشان كده انا مش قلقان، هي مسألة بس وقت، مسألة تشجيع، نشجع بعض وان شاء الله هتبقى احلى كنيسة في الدنيا كلها. يضربوا بيها المثل، يجوا كده يقولوا يا سلام احنا رحنا الكنيسة بتاعت ملاك ومريم فاضل دي، حسينا ان احنا في السماء. ايه اللي بيخلينا نروح مكان ونقول احنا في السماء؟ هدوء، في هيبة، في قداسة، صلاة وبخور وإيقونات وصلاة القداس وكده، الواحد يشعر ان هو يعني في مكان مختلف، واحنا كلنا محتاجين ده لأن الدنيا كلها دوشة وغيصة وزحمة. احنا محتاجين نيجي نهدى شوية، مش نقدر نكمل الأسبوع، لأن احنا لو ما خدناش ورقة يوم الحد دي الأسبوع هيبقى يعني ما يعلم إلا ربنا. نرفزة وزعيق وحالة بقى مش كويسة يعني. طيب احنا كنا وزعنا على حضراتكم السي دي بتاع العلاقات الأسرية والأسرة، ما عرفش الناس سمعوه ولا ما سمعوهوش، كويس ولا مش كويس، دي حاجات كويسة. طيب نتمنى ان احنا النهاردة برضو هنوزع على حضراتكم السي دي في 10 محاضرات عن التربية، برضو اللي كنا بأجلامعي وبعض الخدام المتخصصين في التربية 10 محاضرات برضو السي دي MP3. أنا مش هشتغل لو كان مش عارف تعرف الفرق ولا لا، في بعض الكاسيتس بتاعت عربية أو البيت يبقى مكتوب عليه أوديو سي دي أو MP3. MP3 هو سي دي بياخد أكتر من عزر يعني، فالحاجات بتبقى مضغوطة شوية فيه. فطبعا لو كان عندك الكاسيت اللي عليه حاجه جديده كويس تشتغل، لو ما كانش ممكن تشغله على الكمبيوتر وتقدر تستفاد منه. انا برضو بنبسط قوي لما حد بياخد حاجه ويقول انا لقيتها مهمه فعملت منها كوبي مثلا وايه واديتها لصاحبي اديتها لزميلي اديتها لاخويا اديتها. محتاجين نتعلم، مين مش محتاج يتعلم؟ مين يقول خلاص انا كفايه كده بقيت زي الفل؟ في حد؟ كلنا محتاجين نتعلم، صدقوني ولادنا كبار او صغيرين محتاجين نتعلم، لانه يعني ساعات بتمر بالانسان مراحل بيبقى ما تعلمش فيها كفايه او كان مشغول، فلما بيسمع حاجات بيحبها حتى لو وعيالك كبروا ينفعوا احفادك وهكذا. انا برضو بالنسبه لموضوعات التربيه في موضوع مهم جدا يعني اقوله لكم، انتوا تستأمنوا بقى توصلوا لولادكم توصلوا اللي تعرفوهم، موضوع الانترنت في البيوت في منتهى الخطوره. دلوقتي كل الاجهزه اللي في ايدينا عيالنا بتدخل على الانترنت، احنا الحمد لله ناس مريحين وربنا مدينا فجايبين انترنت وعاملين وايرلس راوتر، وبقت كل الحاجات اللي جايه دلوقتي ايه وايرلس، فالجيم في انترنت والتليفون في انترنت والتابلت في انترنت والايفون في انترنت ومش عارف ايه في انترنت. احصائيه بتقول ان اكثر المواقع انتشارا وكثافه على الانترنت هي المواقع الاباحيه على الاطلاق دي، خلاص ما بقاش فيها دلوقتي مسيح، ما
مفيش حد قادر يتفوق معاه. وفي تارجت للناس دي، عارفين ايه التارجت؟ عايزين زبون. فهو يجي يقول لك ايه، يبعث لك كده حاجه بيسموها قفصه، حاجه تبقى انت مثلا بتفتح الايميل بتاعك، لو ابنك او بنتك عنده ايميل، واحنا دلوقتي حتى بقينا نعمل ايميلات وفيسبوك وبتاع للعيال وهم صغيرين، which is حاجه برضه خطيره لازم ناخد بالنا منها، المراقبه مهمه جدا، لان العيال صغيرين قوي ما يعرفوش صح من غلط ايه. فطلعت له صوره ولا طلعت له حاجه كده وقال لك ايه، اوه يو وين برايز، كسبت جايزه، اضغط على اللينك عشان تاخد الجايزه. يضغط على اللينك يروح في حته ثانيه خالص ويشوف حاجات مرعبه، ونلاقي الواد ما بيتكلمش وساكت ومخطوط، احنا مش عارفين فيه ايه. اول مره بيتخض، تاني مره بيستغرب، تالت مره بيبتدي يدقق، رابع مره، خامس مره يتعود، يبتدي في مرحله الادمان المبكر لهذه المواقع. اول مره بفلوس، تاني مرة بفلوس، ثالث مرة ايه؟ سوري، اول مرة ببلاش، تاني مرة ببلاش، ثالث مرة ايه؟ بفلوس. فيبقى معاهم زبون العمر كله. ده استراتيجي بتاع الناس المسؤولين عن المواقع دي. عايزين ياخدوا زبائن من سن 5 سنين وست سنين. عارفين لو ولد في السن الصغير ده وشاف حاجة زي كده ممكن يحصل له ايه؟ ممكن تدمر حياته، تدمر حياته، I mean it. تدمر حياته. كذا قصة، ناس زي الفل، الأب والأم خدام وحاجة يعني تفرح، بس سايبين العيال على الإنترنت. عيلة أمريكاني، الأب والأم بيروح الكنيسة وسايفه، الأم بتشتغل فعندها ويب سايت، والبنت 8 سنين. فالأم لقت البنت بتعيط بشكل هستيري، هي بنتي في إيه؟ قال لها أنا عملت غلطة كبيرة. إيه عملت غلطة كبيرة؟ قالت لها أنا كنت حابة أدخل على الويب سايت بتاعك، فبكتب مثلا يعني carolin.org، فبدل ما تكتب دوت اورج كتبت ايه؟ دوت كوم. فكاروليين دي سهل بقى حد تاني خالص. والبنت بتصرخ في هستيريا من الصعاب اللي شافتها. فالام حبت تهدي منها، قالت لها يا حبيبتي دي مش غلطتك. قالت لها بس اي كان فورجيت ات، انا مش قادره انساها. الخبراء بيقولوا إن الواحد وهو صغير لما يتعرض بخبرة زي كده بيكون في حالة فزع، فبيحصل إن المخ بيفرز كيميكال، فتفضل الخبرة السيئة دي لازقة في المخ مدى الحياة ما بتطلعش. يعني لو أنت تفتكر مثلا وأنتوا صغيرين وحلمتوا بحلم مرعب، صحاكم من النوم وأنتوا بتعيطوا بهستيريا وجريتوا على بابا ولا على ماما، يفضل الحلم ده لازم في نفوخكم طول حياتكم. خلاص؟ عارفين حد الموضوع ده ايه ولا مش عارفينه؟ ما تقوليش نقطع الانترنت عن البيت، لانه العيال هتقول لك بقى ما احنا نذكر المدرسه وناخد الهوم ورك ومش عارفين. ايه الحل؟ الحل في منتهى البساطه. نتراقب، نحط باسورد على ايه؟ حتى عنده حل المشكلة دي. سمعتوا عمركم عن حاجة اسمها parental control أو parenting control؟ أكيد الفلتر يا جماعة، ده سوفت وير بينزل على الجهاز، بس مش على الجهاز، الأفضل إنك تنزله على الراوتر، بيعمل لوكينج. كل الراوترز الجديده دلوقتي نزل سوفت وير ده، بس كل اللي عليك ان انت تعمل له اكتيفيشن، مفيش اسهل من كده. احنا في لالا لاند، الواد بيتفرج على موفي ويوتيوب وبيفتح وبيقفل وبيعمل، واحنا في التراوة
بابا خلي الواد يتلهي خليني ارتاحله شويه. الخبره السيئه دي ممكن تودي ولادنا وبناتنا لطريق مش كويس. مين اللي بيتحمل المسؤوليه قدام ربنا؟ انا اللي متحمس في الموضوع ده خطير. في احصائيات مرعبه انا ما لحقتش اسجلها، بس 80% تشانس، 80% تشانس ان ولادنا لو ما فيش الكنترول ده، لو ما فيش البرينتنج كنترول ده، 80% تشانس ان هم يشوفوا حاجه. 80% يعني 8 دقايق من كل 10 دقايق ممكن يطلعوا حاجه. وانا نايم وسايب الدنيا تضرب تقلب وصباح الفل. خلي العيال ايه تبعد شويه عني. 3 سنين دلوقتي بيدخلوا على الكمبيوتر، و4 سنين انا اسف احنا معانا كارتر المفروض يقول لنا على الحاجات دي. انا الفت وملي في المدينه، تعرف اي حاجه كويسه؟ بس انا عارف كل الراوترز الجديده بتنزل بالمطار كارتر. لا في حاجه معينه تنصحنا بيها تنزلها مثلا على الانترنت او حاجه، بس انا عارف دلوقتي ان كل الراوترز الجديده بتنزل بيها. كل الراوترز الجديده اعمل عليه سيرش، اسال كارتر لو مش عارف. في حاجه اسمها اوبن دي ان اس، ده ويب سايت opendns.com، ممكن تعمل فيه ريجستريشن فور فري. بتدخل تعمل بلوكينج وعنده كاتيجوري، كاتيجوري يقول لك هاي كاتيجوري، ده بيدخل كل حاجة حتى الفيسبوك حتى كل حاجة، في الميديم وفي اللو. open v like David n like Nancy s like Sam. ممكن تختار الميديم وتعمل كاستمايزد وبعدين تسلكت الحاجات الزيادة اللي انت عايز تقفلها. لو عملت بقى على الراوتر مش على الكمبيوتر، ليه؟ لانه اي حد هيحاول ياكسس نتورك دي من اي جهاز خلاص السايتس دي مقفوله عليه. جماعه لو سمحت الموضوع ده مهم، وقولوا لبعض واهتموا بيه، واتمنى ان الناس تبقى فايقه ومصحصحه. عيالنا بالذات الصغيرين يقول لك بريء ما عرفش حاجه، فلما يصطدم في حاجه زي كده من هو صغير انا بدمر الواد او بدمر الواد، بتأثر في سلوكه، بتأثر في كل حاجة. حتى بعد كده انه بقى الولد ده يتجوز ويكون حياة أسرية سعيدة بعد كده بقى متدمر. انا دمرت حياتي بسبب ان انا ايه؟ سيبهم يا ابونا يلا خلي العبد يفرح. تفرح ومين المسؤول عن العين دي؟ مين اللي يقطع عنها حساب قدام المسيح؟ وهقول له ايه؟ كنت بتفرج على التلفزيون بس كنت عايز اريح، بس تعالى اشتري دماغي شويه. احنا عارفين التربيه دي مش سهله بس مسؤوليه. بس يا سلام بقى لما ابذل فيها مجهود وربنا يساعدني يطلعوا اكبر كده يفرحوا، طب انا ايه؟ مبسوط وابقى فخور وابقى بشكر ربنا عليهم ليل ونهار. انا عارف انه الكلام ده المفروض ما يتقالش للناس اللي موجوده، الناس اللي مش موجوده، بس انا متوقع برضه الناس اللي موجوده ليها اخواتها ليها اصحابها ليها اولادها هيقدروا يوصلوا لهم ايه الموضوع ده، لانه موضوع في منتهى الاهميه. واقول لكم الحقيقه، لما احنا نبلوك الحاجات دي صدقوني للكبار والصغيرين، يعني هم الكبار ما برضه ممكن يطلع لهم حاجه تضايقهم او عن ضعف يتمادوا فيها وتسبب مشاكل. طب ما من الاحسن الاول اقفل انا على نفس السكه دي خالص، ابقى يعني حتى لو عايز اروح هناك انا مقفول. open dns او على اي راوتر انتوا بتجيبوه في السيتنج بتاع الراوتر بيكون في حاجه اسمها parenting control، بتعمل فيه registration بيكون for free، تعمل ريجستريشن بالايميل والباسورد عشان انت بس تقدر تدخل تعمل سيتنج اللي يتفتح واللي يتقفل واللي يتشاف واللي ما يتشافش. فحتى ممكن تقفل الانترنت من
بعد الساعة 10 تقول من 10 إلى 6 الصبح قف. مش ده كويس؟ احنا بننام ما عرفش عم يعمل ايه. على الأقل انا حميت عيالي ما سبتهمش كريسة بالشيطان ان هو يستفرد بيهم. طفل دلوقتي قلق بالليل، العيال دلوقتي اسهل حاجة يعملوها يمسكوا ايه؟ التليفون او الايباد او الكمبيوتر. اقول لكم حاجة تانية تخوفوا ولا كفاية كده؟ من كذا سنة، مش هقول لكم بقى من سنة ولا سنة كده، ممكن من 3-4 سنين، راحت أم ماسكة ابنها الصغير بتاع 8 سنين لأب كاهن في كنيسة هنا بقطيع، وتقول له روح قول لأبونا أنت عملت إيه؟ والواد بقى عمال يعيط، كان عايز يهدي ال، فبيقول لها طب بس دي أنا أقعد معاك، مالك يا حبيبي مش عارف إيه، الواد منهار. تبع إيه بقى قصة؟ الجيمز اللي هي تتلعب دي اسمها ايه؟ لا غير الاكس بوكس، بلاي ستيشن، الحاجات اللي هي المهم. عندهم فرصه الاولاد لو عندهم اكسس على الانترنت ان هم يلعبوا ناس ايه؟ تانية في حته تانية، ويطلع من ليفل لليفل. شوفوا بقى الشيطان وتكاتيكه، عارف ان الانسان عنده حتة المنافسة جامدة وحتة الكريوزيتي، فبقى عايز ايه؟ عايز مكسب وعايز اجيب الواد في الصين ده اجيبه اعلى مكنه فقط. المهم تبتدي يطلع من ليفل 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 ليفل، طبعا دي ساعات بتبتدي تضيع من حياتنا لغاية لما في الاخر قال له بس كونجراتوليشن يو ميد ات، انت كسبت الجايزة بتاعتنا. كانت ايه الجائزة بتاعتنا؟ وده الموقع فيها. والواد بيفتح كانت امه ايه؟ دخل عليه. الام طبعا اترعبت وقعدت تلطش فيه، طبعا امه مصرية 100% يعني. احنا ما بنلحقش نسمع اولادنا، ما بنلحقش نديهم فرصة يتكلموا ولا حاجة. دب دب ضخ ضخ وتعالى ومشكته من شعر واللي انت بتنيله انت مش عارف ايه وانا اكسر لك البتاع ده، ملحقتش تخلي تيجي وقت معايا دلوقتي حالا لابونا وتقول له بلوى اللي انت بتعملها دي غيره، بس مش في اتجاه صح يعني. يعني احنا برضه مسؤولين، وانا اللي جبت له الانترنت وانا اللي جبت له اللعبه. خلي بالكم انا ايه لو هما بلاغ لو هما فيش الناس المسؤول عن المواقع الإباحية بيصرفوا بيكسبوا مليارات وبيصرفوا مليارات علشان يوصلوا لكل بيت وكل واحد ولكل طفل، لكل طفل جبراتهم. عارفين زمان السجاير لما كانت بس للكبار، وبعد كده نزلوها في مدارس الثانوي، بعد كده نزلوها في مدارس الإعدادي، بعد كده بقى في مدارس الابتدائي. ايه ده؟ قال لك عايز اضمن لهم تايم كاستمر. لما الواد يبتدي يشرب سجاير من ابتدائي خلاص ده معايا 60 سنه بيدفع. لما الواد يبتدي يشوف المواقع دي من دلوقتي خلاص انا معايا 60 سنه بيدفع. ماركتنج، بس ماركتنج على حساب مين؟ على حساب ابديتهم وحتى حياتهم، هو مش عارف يعيشوا. اللي بيعمل كده مش بيعيش، لا عارف يعمل صداقات ولا عارف يعمل علاقات اجتماعيه ناجحه ولا هيعرف يعمل علاقات زوجيه ناجحه ولا اي حاجه. ده اتدمر اتدمر. طبعا مفيش حاجه بعيده عن ربنا، بس لازم اخوفكم لان العلاج اصعب. العلاج صعب مش سهل، عشان اطلع صوره لمخ واحد دي ممكن تاخد سنين، وهي طلعت لو ما طلعتش وخلاص هيحتقر نفسه وهيحتقر الناس وهيحتقر الجسد وكل حاجه باظت خلاص. تعال بقى ابتدي له من اول وجديد بقى، اقول له قداسه الجسد وهياكل الله ومسكه للروح القدس، وقول له ربنا عمر على صورته ومثاله. تعال بقى قول ما تقول خلاص البرنامج باظ، في فيروس دخل دمر ال. انا اسف ان اخذت من وقتكم، ربنا يسعدكم كل معاكم ويحافظ عليكم. حد عنده اي سؤال او استفسار؟ طيب
ان شاء الله الدرس يوم الاربعاء كان معتاد من 8:30 العشيه يوم السبت هتبتدي تبقى من 6:30 عشان الوقت ابتدى يتغير. ودرس الكتاب والالحان بتاع الاولاد من 3rd جريد يوم السبت يوم الساعه 5 بدل 5:30. يعني شفتنا كل حاجه نص ساعه علشان الاولاد. اتفضل منكم معاك. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امين. الاهل الصالح الحبيب يا رب نشكرك لأجل حمايتك ورعايتك لأولادك. نشكرك رب لأنه وأنا نايم أنت سهران على أولادي. عينك لا تلف يا ولد تنام. احرص يا رب أولادك وبناتك في كل مكان في كل وقت في كل حاجة بيعملوها في كل حتة بيروحوها. سيد عليهم يا رب ملكتك القدسية وابطل عنهم يا رب كل هجمات إبليس وكل فخاخ وكل حيل وكل سهام وكل أفكاره الشريرة والمضلة. امنحهم يا رب ان يحيوا ويفهموا كيف يعيشوا في مخافتك وفي رضاك كل ايام حياتهم. ساعدنا يا رب نكون امنا معاهم وكمل كل ما نقص من تربيتنا معاهم. يا رب ان كنا نحن غير امناء انت تبقى امينا الى المنتهى لا تقدر ان تنكر نفسك. اذكر رب ولاد امناك حتى رب اللي احنا غفلانين عنهم. انت يا رب صبهم وابنهم وارشدهم واحميهم واحفظهم من كل هجمات ابليس ومن كل هجمات الشيطان واغراءات العالم وملذاته والحاحات الجسد وتعقده. اذكر يا رب ولادك وبناتك في كل مكان. اذكر يا رب الموجودين معانا وغايبين عنا. حافظ عليهم وحوطهم يا رب ملائكتك القدسيين وديهم كل نعمه وبركه. بركه صلواتك من العبد البركه الباقيه المؤمنين. استجبنا واسمعنا يا ابانا الذي في السماء. يا رب ملكوتك تكن في الشرق كما في السماء كذلك على الارض. واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر لك. ولا تدخلنا في تجربه الاكيد والشرير للمسيح ارصادك ان لك الملك والقوه. والآن محبة الله الجاد ونعم كريمه الوحيد ربنا الله المخلص يسوع المسيح شارك العقيد محبة ورحمة القدس يكون مع جميعكم. انتم بسلام. السلام الرب يكون مع جميعكم. حضرت معانا صور من هايلي كانت تذكار ريحتها يوم الجمعة اللي فاتت. ربنا ينفعنا ببركة صلواتك. برضه السجاد زي ما احنا متعودين سجيد الله بس ايه؟ حتى نسي المفاتيح بتاعته.